عمر. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من نفس المنطقة اللي كنا فيها قبل قليل، منطقة الهراويين اللي عرفت واحد الفيضانات كثيرة ليلة أمس، واللي فضحات البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية. الناس تكرفست البارح، الناس تعذبات للأسف الشديد. بغينا الشتاء ولكن ما بغيناش بهذه الطريقة. من المسؤول على هذه الكارثة اللي وقعت ليلة أمس؟ من المسؤول على أن البيضاويين ليلة أمس ما نعسوش، وخصوصا في هذه المناطق اللي كتعرف واحد الهشاشة؟ للأسف الشديد شفتوا معنا ناس ما لقاوش منين دوزوا، شفتوا معنا ناس فاضوا عليهم الواد الحار، شفتوا معنا ناس فاضت عليهم الطريق، وشفتوا معنا أيضا الناس اللي ما نعسوش ليلة أمس، حوايجهم فزقوا، كل شيء فزق ليهم، تكرفصوا تعذبوا. ما بغيناش الشتا بهذه الطريقة، بغيناها لأنها أمطار الخير كيعطينا الله سبحانه وتعالى، ولكن أين هم المسؤولون؟ شركة ليديك خرجت بواحد التبرير كتبرر أن الشتا كانت أكثر من القياس، وهذا ليس بمبرر. البيضاويين غاضبين على شركة ليديك بسبب الفواتير، بسبب العديد من الخروقات، وزادوا غضبوا عليها ليلة أمس بسبب الفيضانات الكارثية اللي وقعت بمدينة الدار البيضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن السلطات بمنطقة الهراويين كتقوم بالعمل ديالها، كتقوم أنها تسرح القوادس لا ديال الواد الحار لا ديال الملحلو، لأن الناس فاض عليهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشيء صراحة لا يبشر بالخير. غنحاولوا أننا ندخلوا لداخل نشوفوا الأوضاع كيفاش دايرة تما. غنحاولوا اننا ندخلوا لقلب منطقة الهراويين باش تشوفوا معنا الاوضاع كيفاش دايره تما، كيفاش عاشوا ساكنة المنطقة ليلة امس. انها كانت ليلة الرعب بكل صراحة، الناس هربات من ديورها، الناس تخلعات، الناس فاضوا عليهم القوادس، الناس تكرفصوا. في هذه المنطقة عاشوا الناس البارح واحد الليلة. السلام عليكم، كي دايرة لالا؟ تكرفستوا البارح؟ الحمد لله. ها كيفاش دوزتوا ليلة البارح؟ ليلة الرعب كنقولوا احنا. كيفاش كانت الأوضاع عندكم البارح؟ حالة لا يبتلى بها، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا سي حبيبتي نعطيك ووصلي صوتك بعد، الله يعاونك. اللهم آمين. شنو كتبيعي؟ وكنبيع ديمو الفانيد باب مدرسة، حنا مكرفصين. الله يفرجها عليك اختي. اللهم امين. الله يفرجها عليك. تسناي واحد دقيقة نعطيوك الميكرو باش صوتك يتسمع أكثر. يا ودي ما نعرفش نهضر مزيان. كتعرفي تهضري على مالك حتى ما تتعرفيش تهضري. تبارك الله عليك، عاودي لينا كيفاش دوزتوا البارح؟
الترخيصه ديال البارح. هاكي شتي عندك هادي كرفصو البارح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة يا ربي أمين. اللهم جاوز عنا سيئات. الحمد لله والشكر لله. نطلبوا الله سبحانه وتعالى ياتينا بالرحمة ديالو. الحمد لله على المطر. الحمد لله الله ينجينا من هاد الوباء يحيدو علينا. تكرفصنا البارح الشتا والقطرة وبيتين فايقين وهزين حوايجنا البارح. ما نعسناش البارح والله العظيم ما نعسنا. الناس ناعسة دافية وانتوما محبسين. حنا باركين حالتنا. حنا ساردين دابا حوايجنا ساردين كلشي ساردين في الزنقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. كنطلبوا الله من جلالة الملك محمد السادس ينصر الله ويحفظ الله سبحانه وتعالى يتلفت فينا ويشوف فينا في هذا المنبر. واخا اختي بغيت نسولك الناس كيقولوا لكم انكم نتوما اللي تلوحوا الزبل في القوادس ان هذا الشيء راه المسؤوليه ديالكم. لا ما تلوحوش الزبل في القوادس ما كاينش. ولكن شي موقع جينا راه كازا كلها غرقات البارح. لا اله الا الله. حنا دابا احنا في هذه البلاصه المسؤوليه ديال من اللي من كتوجي المسؤوليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كنتوجههم للمسؤولين المسؤولين كاملين يردوا الاتجاه لينا والمواطنين. رحنا كنتكرفصوا في هاد الحي هذا. يعني دابا نتوما ما عيشتكم ما هي عيشة حوايج لا اله الا الله. غتمشي ليا غتلقى الحوايج مليوحين ليا غتزيدي شويه غتلقى الحوايج مليوحين في الخلق. ها الناس واقفه ليا في هذيك الحفره راه لا اله الا الله. شتا زوينه كنبغيو الحمد لله. هي الحمد لله حنا نطلبوا الله المطار يعطيه لينا الحمد لله على قد نفع. بغينا ما نضروش ولكن حنا مضرورين في الكاريانات. فين ما تتصب الشتا فين ما تصب الشتا ولا شتا ولا صاد. الصاد مكرفصين حتى الصاد كنموتوا والروس ديالنا ضرونا. يعني الشتا تغرقكم والصاد يحرقكم. والصاد يحرقنا لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. يا ربي تلفتوا فينا هاد المسؤولين يشوفوا من حالنا. احنا مكرفصين مضرين بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله يبارك فيك. هو راه كتعرفي تهضري كاين شي هضره واش كاينه؟ لا لا راك دزتي على المباشر وتبارك الله عليك. واش كاين احسن من كلام الله؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. السلام عليكم. الوالدين تنتوما وقفوا معنا مع المسؤولين ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدي قناه شوف تي في حنا الان كنتواجدوا بمنطقه الهراويين اللي عرفات واحد الفيضانات كثيره ليله امس ماشي فقط في منطقه الهراويين ولكن في العديد من مناطق ديال الدار البيضاء. الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء حملات المسؤوليه للشركه ديال ليديك اللي ما قامتش بالاعمال ديالها. شركه ليديك خرجت واحد البلاغ كتبرر فيه الفيضانات اللي كانوا ليله امس. الناس تكرفصات. الناس تكرفصات بكل صدق. الله يحسن العون. الناس رفزقوا لهم حوايجهم ما عندهم القطره الديور اي يعني ولاو مهددين بالسقوط. صراحه هذا الشيء كيضر في القلب وكيضر في الخاطر لانهم مواطنين مغاربه من حقهم انهم حتى هما يعيشوا واحد العيش كريم. شوفوا 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 غير الطريق تبين لكم. الامطار اللي كتصب كتبين على هشاشه البنيه التحتيه بمدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه اللي كتعد من اكبر المدن في العالم معروفه عالميا العاصمه الاقتصاديه. ولكن بالله عليكم واش هاد الاحياء خصهم يكونوا هنا بالعاصمه الاقتصاديه؟ هذه بنيه تحتيه ديال اكبر مدينه في المغرب. كيفاش غيمشيو هاد الوليدات للمدرسه؟ كيفاش غيمشيو هاد الناس للخدمه ديالهم؟ وما خفي كان اعظم. حنا ما دخلناش مازال داخل. هاد الشيء غير في الواجهه. الشكر كل الشكر للسلطات انها جات كتحاول انها تسرح القوادس. ورا هذا الشيء يا ودي راه باين العربون. نتمنوا ان هاد الساكنه ديال الهراويين حتى هما يتعبدوا لهم الطرقات حتى هما يكون عندهم ماء صالح للشرب حتى هما يكون عندهم واد حار ما يفيدش عليهم فين ما تصب الشتا لانهم حتى هما مواطنين
خاصهم يعيشوا واحد العيش كريم. مشاهدي قناة شوف تي في، حاولنا أننا نقربكم من صورة لا ليلة أمس ليلة الفيضانات ولا هذا اليوم، نشوفوا الدنيا كيف صبحات. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.